I'm going to
أحيانا لما نعيش طبعا بدون يكون تعرف بين الفترة قبل المصدر قبل المصدر ليه قبل المصدر؟ لأنه هو أساسا هذا الكون كما هو الإبن قال إن كان أساسا المصدر الروحية يعني بالمعنى فقط الحيوانات نعموني أطلبنا تهمة الجنة من العلماء كما هو خطون إجمالا لكن الصراحة هذه الجملة تكون بها قد يخرق قاعدة المعنى أو استثناء الأدب لا أجد فأي أساس هو فمن دون الأول جوابكم على الخواص يعني تتحكي مثل ما نجد أيضا الفرق أو الفرق لأن السائل فهو الإخوة أعلى المعاملة أفعال الخواص فكيف تولد يكون واحد التأليف فأقولين جو من يكون بكل لازم أجاوب بجو أفعال الخواص أقولين أجي في
think it's broke, and we're going on a much higher chance to shit with you. Shit with mom. So I'm going to go to you. The final one, you know, you've been in there for the real. Then I'm going to go. But I think it's going to be more, it's going to be more like a company. So that's a message, and focus on. Thank you.
أكثر من الطعام من الأكل. I'm going to go to the next one. 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 I'm going
بيستخدم الاستخدام الشكل المفصل اللي في كل مدرجين. أجمل مثال يعني كيفية الاستخدام استخدام الأدوات الاستخدام اللي هو حاليا حتى الجوارات يعني مثلا في بعض الأسواق كيف تبدأ عليها حتى الجواب هو الجواب كلها وتصير الأفراد إنه مطلوب منك تنشر المعلومات اللي تفوز بالسؤال تستخدم اللي تفتحه فهنا مثلا الجملة الأولى تفهم يحصل على ثلاثة ثم كل ثلاثة رقم أربعة فالثلاثة إذا هو ما طلع عندي رقم أداة الاستفهام عن حركة الكوم دو كان جنب التحسن يحصل على ثلاثة كم شخص كان موجود على ثلاثة إذا لم تفهم تحسب هو إنسان كيف يعني الأدوات التحسن ممكن تحسن تحسن الجواب هو تحققون يعني تحققون على الجواب يكون لأنه يثبت يعني يذكر السبب فأسأل عن الصدق لماذا فتثبت يقول تابلو تابلو مستوى وحيد مصدق فهنا أداة الاستخدام حسب بين الساعة الصفر بحق الجواب وضع ما يكون يعتبرون هذه الحقائق بعد سنة في الصالة فهنا أقول أنا هو جواب عن الحقائق في الأسماء. ذاتي على مسكين المطبخ ومثل المطبخ أكل أكل على مسكين فهنا أداة الاستخدام حتكون كما قلت لك عن خاصة ولكن قوة تعتمد. مثل الشخص والأكل والأكل كل كل كلمة المعرفة ممكن اتصل بالمعرفة نعطيه جواب عن الوظائف والوالدي. ومعنى الشخص والأكل والأسماء اللي كانت في أداة الاستخدام أدنى أدوات أو صور استثمار تفاعل مثل ما أريد إذا سجلت تفاعل فوق أشياء بس استثمار الفاعل أو استثمار الجزء الاستثمار الفاعل هو يكون جملة بأسماء والاستثمار الجزء لا يسألنا على جزء من جزء من الجملة هي فإحنا اللي يكون هذا الجزء العليا هو الاستثمار الجزء هنا حيكون بالتفترق اللي احنا حضرناها الأنظمة السنة فقط فإذا نفتح طرق أبناء الشخصية للشخصية نفتح طريقة التعليم عن تناسل من الوضوع من كونت وضوع من كونت الصوت من طريق الصوت القائد من عمد أيضا من الشخصية ممكن طريقة الأنبوكس اللي هو قلب الفعل عن الصائد والطريقة الأخيرة اللي هي طريقة الأسكوب بمعنى أهل ودائما بعد الأسكوب هنا تقول هاي شو من الكم من السيزر براح هو كونتلمان إلي كان بنتك ودكتين تجي أزور في الكم بنتك ودكتين لان هو استمرت بسيط في تابلون سيلفي بسيط أو كويس أيضاً عن بس سيلفي 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 هذا هو ملخص سريع سنستمر بعد الفاصل
Thank you.